نعم، امرأة مرضت مرضا شديدا فنظرت إن شافاها الله أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفيت صامت، ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها؟ ماتت يعني؟ لا لا، مرضت مرضا شديدا يعني ما تستطيع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها أو تطعم في عن كل يوم؟ إذا كان مرضها هذا لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، يعني الإنسان تطعم 3 مساكين ولا يصام عنه، لأن الحي لا يصام عنه، وإنما يصام عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه.